تحياتي إخواني وأخواتي كمان مرة من أراضي أم الزينات. أنا اليوم موجود في منطقة كثير حلوة، كثير جميلة، كثير جذابة، منطقة طبيعية. طبعا كل أراضي أم الزينات طبيعية. هذا سيح المي أو بير المي اللي قدامي هون، طبعا هاي الشجرة طلعت جديد، يعني أنا ما بعرف، صار لي فترة ما جيتش لهون، وأنا على فكرة شربت من هذا البير. هذا اسمه سيح الصرار، سيح الصرار غرب أم الزينات، آسف، 1.5 كيلومتر، 1500 متر. يعني اللي بده يجي لهذا الموقع وكان قاعد في أم الزينات في حارة المراح، حارتنا، وبده يقصد بير الصرار، بده يغرب، بده يتجه للغرب، يمرق على كرم الحساسني، بعدين يجي على خلة سارة، بعدين يجي على أم القدور، وينزل باتجاه مدخل وادي الخشب الشرقي، ملتقى حميدة اللي اسا باتجاه الصورة، باتجاه خلة حميدة. طبعا اسا هاي الكاميرا موجهة على فرش السناسل فوق هذا الجبل، في فرش وسيع جدا اسمه فرش السناسل، وعلى الشمال لتحت، على الشمال هذا وادي الخشب. وطبعا سيح الصرار بنقدر تقولوا معي انه تسلم الايدين اللي حفرته، هذا غمقه لا يقل عن 8 امتار تماما او اكثر شوي، بير جمع. قلنا انه تسلم الايدين اللي حفرت وصبت هذا السقف، اللي هو المرحوم هويدي الوراد من قرابتنا، من دار بشر. وهي الاراضي اللي انتم بتشوفوها هون، طبعا فرش السلاسل معروف انه الحاج عبد الغني اللي هو الشهيد، الحاج عبد الغني بشر اللي هو ابن عم هويدي الوراد لزم. طبعا خلة حميدة كمان معروف انها تتبع للشهيد الحاج عبد الغني. طبعا على يميني فوق المدبسة، وانا بعرف وكيف يعني خرفونا الكبار انه هاي المنطقة اكثر اراضيها هون لعيلة دار بشر، وهن قرايبنا وحبايبنا واهل بلدنا، فبوجه لهم تحية من بير الصرار ومن وادي الصرار ومن ملتقى حميدة وفرش السناسل ووادي الخشب. كمان مرة وادي الخشب تحت فوق ظهر فرش السناسل، على اليمين هون الوادي هذا كلياته لفوق فوق، هاي خلت حميدة، مناطق أنا بعرفها في الشبر في السنتيمتر. في الزمنات أنا هون صرحت مع الطرش، مع البقر، وكانت أحلى أيام عمري، وأنا شربت من هذا البير، وبقرنا ومعزانا شربوا من هذا البير. وبقدر أقول أني أنا عشقت هاي المنطقة، يمكن من مية هاي البيارة اللي حفروها أجدادنا وقرايبنا. فألف تحية، وإن شاء الله يوصلكم الفيلم. وإذا في أي إشي في الكلام تبعي أنا متأسف، بس أنا لازم أحيطكم في معلومة إنه أنا بشرح وأنا جدا متوتر، يعني كمان تفهموا علي هاي القضية. شكرا.